بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. لما انتهى من كتاب الصلاة أتبعه بكتاب الزكاة، لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين بعد الهجرة. الصلاة فرضت قبل الهجرة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وأما الزكاة وبقية أركان الإسلام إنما فرضت بعد الهجرة. الزكاة لها أهمية عظيمة، وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات القرآنية. الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية. الزكاة في اللغة الطهارة والنماء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهارة للمزكي وطهارة للمال، وهي سبب لنزول البركة في المال الذي تخرج منه، وهي حق للفقراء والمساكين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فهي حق ليست تبرعا مثل صدقة التطوع، وإنما هي حق واجب وركن من أركان الإسلام. من منعها جحدا لوجوبها كفر وارتد عن الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. أما من منعها بخلا فإنه لا يرتد، ولكن يجب أخذها منه قهرا، لأنها حق واجب في ماله، يجب أخذها منه، يأخذها الإمام منه قهرا ويعزره على منعها تعزيرا بليغا. وإن كان من يمنع الزكاة له شوكة ومنعه، إنه يقاتل، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. في رواية: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال: إن الزكاة قرينة الصلاة. فقاتلهم رضي الله عنه في الحرب المشهورة أو القتال المشهور بحروب الردة. فالحاصل أنه إن كان الممتنع من إخراج الزكاة بخلا يمكن أخذها منه بدون قتال، إنه تؤخذ منه قهرا. وإن كان له شوكة ومعه قوة، فإن ولي أمر المسلمين يقاتله حتى يجبره على دفع الزكاة،
ولا يتركه يمنع الزكاة. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل والعالم الفقيه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعثه معلما وداعيا إلى الله وقاضيا مرشدا. واليمن الإقليم الذي يقع في جنوب الجزيرة، سمي يمنا لوقوعه أيمن الكعبة، كما أن الشام سمي بالشام لوقوعه شامية الكعبة. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن ولي الأمر يرسل الدعاة إلى الله عز وجل ويختار العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار معاذ بن جبل لهذه المهمة، فيختار العلماء ويبعثهم للدعوة إلى الله عز وجل. وفي قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا فيه أن الداعية والقاضي ينبغي أن يعرف أحوال البلد وأهل البلد الذين سيعمل عندهم، يعرف أحوالهم ولا يأتيهم وهو يجهل أحوالهم. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأن اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل، وهذا فرق بينهم وبين الوثنيين والأميين الذين ليس لهم كتاب. وكان اليهود والنصارى يوجدون في اليمن، كانوا يوجدون في اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى وجودهم هناك من أجل أن يستعد لمناظرتهم والرد على شبهاتهم، لأن مجادلة العالم ليست كمجادلة غير العالم، يحتاجون إلى استعداد. ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لعلمه رضي الله عنه وفقهه، اختاره لهذه المهمة. وفي هذا دليل على أن أهل الكتاب بحاجة إلى الدعوة، أنهم يدعون إلى الإسلام، يدعون إلى الإسلام، لأن الله أوجب على الثقلين الجن والإنس أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا يسع أحدا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن به ويتبعه، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه، يعني وقروه واحترموه، فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، الوحي الذي أنزل معه من الكتاب والسنة، دل على أنهم لا بد أن يتبعوه ولا يبقوا على دينهم، لأن دينه نسخ الأديان، والواجب العمل بالناسخ دون المنسوخ، فيجب عليهم أن ينتقلوا من دينهم إلى دين الإسلام. ودين الإسلام لا يخالف أديان الرسل السابقين في العقيدة، توحيد وأصول الإيمان، إنما يخالفها في الأحكام العملية، الأحكام العملية، أحكام المعاملات والأشياء العملية. أما في العقيدة فأديان الأنبياء واحدة، واحدة كلها تدعو إلى الله، تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك، لكن الأحكام العملية تختلف، يحصل فيها نسخ، حتى في شريعة الرسول الواحد فيها ناسخ ومنسوخ، كذلك الشرائع ينسخ بعضها بعضا، وهذا يكون لمصلحة البشر، أن الله يشرع لكل أمة ما يصلحها ويناسبها. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن والسنة، وشرع له الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، أي الشريعة الشاملة الباقية الخالدة إلى أن تقوم الساعة، لا تبدل ولا تغير ولا تنسى، فيجب على العالم كله اتباعها، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. فالذين يقولون إن الكتاب
إن اليهود والنصارى على دين صحيح وأنها كلها أديان صحيحة، الإسلام واليهودية والنصرانية، هذا إلحاد والعياذ بالله، كفر بالله وقول باطل. نعم، كانت اليهودية والنصرانية في وقتها دين صالح قبل أن تحرف وتغير وفي أجلها ووقتها، لكن بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إنه لا يسع أحدا إلا أن يؤمن به ويتبعه. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، حصر الفلاح فيهم، دل على أن الذي لا يؤمن بهذا الرسول ولا يتبعه أنه لا يفلح كائنا من كان. لا ميزة لليهود والنصارى على غيرهم، بل إن اليهود والنصارى أولى الناس يعني يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عندهم العلم، يعرفون هذا الرسول ويعرفون شريعته، فالواجب عليهم أكثر. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فإنه يفرض عليهم الجزية، يفرض عليهم الجزية ويكونون خاضعين لحكم الإسلام. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا بد أن يبقوا تحت حكم الإسلام ويؤدوا الجزية مع الذلة والصغار عقوبة لهم. أما أن يقال الأديان الثلاثة سواء كلها أديان، لا، ما فيه إلا دين واحد، دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عداه فقد نسخ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. ولهذا قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تبرأ منهم. أما أن نقول أنهم أخواننا وأنه يجب علينا محبتهم، هذا من أكبر الكذب على الله والافتراء على الله سبحانه وتعالى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يجب معرفة هذا الأمر، لأنه لبس على الناس الآن، لبس على الناس الآن في أنه يسع اليهود والنصارى البقاء على عقيدتهم. نعم، يسعهم البقاء على عقيدتهم إذا خضعوا للإسلام وأدوا الجزية، أما إذا بقوا على عقيدتهم على أنها عقيدة صحيحة وأنها دين صحيح يعادل الإسلام، فهذا كفر بالله عز وجل وإلحاد. ولا يقول هذه المقالة مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، ادعوهم وهم أهل الكتاب، ليكن أول. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذا الحديث، قال: فيه دليل على أن العلماء يحتاجون إلى الدعوة، العلماء يحتاجون إلى أن يدعوا إذا ضلوا الطريق وخالفوا العلم، يدعون إلى الله وهم علماء. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، الذي لا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم يكن مسلماً، ولو شهد أن محمداً رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم يكن مسلماً. فلا بد من الإتيان بالشهادتين والنطق بهما ومعرفة معناهما والعمل بمقتضاهما، واجب، مجرد لفظ يقال. حتى لو شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يعمل بهما إنه لا يعتبر مسلما، لا بد من النطق بهما واعتقاد معناهما والعمل
بمقتضاهما، وهو الإخلاص لله عز وجل العبادة وترك الشرك واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات. هذا معنى الشهادتين، مجرد لفظ يقال ويبقى الإنسان على ما هو عليه من العقائد والعوائد الباطلة. لا بد أن يتحول إلى معنى الشهادتين ومدلول الشهادتين ويلتزم بذلك. فإنهم أطاعوك لذلك، شوف هذا دليل على أنه يبدأ بالعقيدة والتوحيد، على أن الداعية والدعاة يبدأون بالتوحيد وإصلاح العقيدة، عكس الذين يهملون التوحيد ويشتغلون بالأمور الأخرى من الأخلاق ومن العبادات والأذكار وما أشبه ذلك، ولا يهتمون بالتوحيد ولا يعلمون الناس العقيدة الصحيحة ولا ينهونهم عن الشرك وعن البدع، بل يتركون كلا على ما هو عليه ويطلبون منه فقط أن يترك الربا ويترك الزنا ويترك الخمر ويترك ويترك، لكن أنه يدعو غير الله، يستغيث بالأموات، يذبح للأموات، هذا ما يتعرضون له. هذا خلاف دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء أول ما يبدأون بإصلاح العقيدة، لأنه لا تفيد الأعمال بدون العقيدة الصحيحة، لا تصح الصلاة ولا الصيام، لا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا جميع الأعمال إلا بعد تصحيح العقيدة. إذا صحت العقيدة صحت بقية الأعمال المبنية عليها. وحتى لو صحت العقيدة وسلم الإنسان من الشرك وكان عنده خلل في المعاصي والمخالفات التي دون الشرك، فهذا يكون مؤمنا ناقص الإيمان، يكون مؤمنا ما دام أنه مستقيم على العقيدة ولا ويعبد الله ولا يشرك به شيئا ويشهد أن محمد رسول الله، لكن عنده بعض المخالفات التي دون الشرك ودون الكفر، هذا يحكم بإسلامه ويعتبر ناقص الإيمان ويعامل معاملة ناقص الإيمان، تقام عليه الحدود في الجرائم التي رتب عليها حدود، يعزر في الذي ليس فيه حدود، لكنه مسلم. أما الذي لا يعتني بالعقيدة ولا يقيم العقيدة فهذا لا فائدة من أعماله. لو أنه أتى بجميع الأعمال ما ترك شيئا من الأعمال إلا جاء به، لكن عنده شرك، هذا ما في فائدة، ما تقبل أعماله ولا تصح أعماله وليس لها قيمة. هباء منثور كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، عمله حابط، بخلاف الموحد الذي عنده نقص في الالتزام، هذا أعماله صحيحة وعمله مقبول، ولكن الذنوب التي دون الشرك هذه تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها له وإن شاء عذبه بها ومرده إلى الجنة. ينبغي معرفة هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يبدأ بالتوحيد، وهذا بداية الرسل كلهم، كل رسول أول ما يبدأ يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أول ما يبدأ الرسول من الرسل، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة إلى التوحيد، ترك عبادة الأصنام، وبقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولم تفرض عليه الصلاة إلا في آخر السنوات التي أقامها في مكة، وبقية الأعمال لم تفرض إلا بعد الهجرة لما استقرت العقيدة. فالبداية تكون بالعقيدة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه معاذا إلى هذا، يكون أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلو بدأ بالصلاة ما صح هذا، لو بدأ بالزكاة، بالحج، بالصوم، بالحج، بالعبادات، ما يصح هذا. وله بهذا منهج الرسل في الدعوة إلى الله عز وجل، يكون هذا معاكسا لدعوة الرسل، أن يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه والعمل
بشريعته وترك البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. كيف تشهد أنه رسول الله ولا تطيعه؟ كيف تشهد أنه رسول الله وتعبد الله بغير ما جاء به، بما أحدثته أنت أو أحدثه غيرك؟ هذا إما أنه يبطل شهادة أن محمد رسول الله أو ينقصه. فإنهم أجابوك إلى ذلك، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حينئذ استقامت العقيدة، يتوجه إلى العمل. أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، هذا دليل على أهمية الصلاة وأنها تأتي في الترتيب والأهمية بعد التوحيد وبعد الشهادتين. هذه الصلاة التي هان أمرها على كثير من الناس اليوم، ممن يدعون الإسلام ويشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الصلاة ليس لها قيمة عند كثير من الناس اليوم، وهي بهذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. 5 صلوات في اليوم والليلة، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، 5 صلوات في اليوم والليلة، وما زاد عليها من الصلوات فهو نوافل وتطوع، لكن هذه فريضة لا بد منها. أما النوافل فإنها مستحبة ومطلوبة لكنها مكملة. أما الذي يأتي بالنوافل ويترك الفرائض لا تقبل منه، لا تقبل منه النوافل حتى يؤدي الفرائض أولا. فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، هذا محل الشاهد من الحديث في كتاب الزكاة، أن الله افترض عليهم صدقة. الزكاة تسمى صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، لكنها صدقة واجبة ومفروضة، تؤخذ من أغنيائهم. هذا فيه دليل على أن الزكاة لا تجب إلا على الغني، وهو الذي يملك النصاب، الذي يملك النصاب الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، هذا هو الغني الذي يملك نصابا فاضلا عن كفايته وكفاية ما من يمونه، هذا غني. ما هو من شرط الغني يكون عنده ملايين أو مليارات، لا، إذا ملك شيئا زائدا عن كفايته فهذا غني، وبلغ النصاب، وبلغ هذا الفاضل النصاب، وهذا يأتي إن شاء الله، هذا غني. تؤخذ من أغنيائهم، دل على أن الفقراء ليس عليهم صدقة واجبة، وإن تصدقوا حسب مقدرتهم فهذا صدقة مستحبة، وترد على فقرائهم. هذا مصرف الزكاة. الزكاة لها 8 مصارف ذكرها الله جل وعلا في القرآن، قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث مصرفا واحدا وهو الفقراء، فدل على أنه يجوز صرف الزكاة في مصرف واحد من 8، وهذا مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور. وقوله في فقرائهم دليل على أن فقراء البلد أولى بزكاة المال من غيرهم من البلاد الأخرى، لأنهم ينظرون إلى هذا المال ويتطلعون إلى زكاته، فهم أولى به من غيرهم، فتصرف زكاة كل مال في فقراء بلده، لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. تؤخذ، من الذي يأخذها؟ ولي الأمر، يأخذها ولي الأمر ويصرفها في مصرفها الشرعي. تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وإن دفعها هو، إن دفعها هو وأعطاها لمستحقيها أجزأ ذلك، وإن طلبها ولي الأمر وجب دفعها إليه وتكون تحت مسؤوليته. تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ثم قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك فاقبل منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإياك وكرائم أموالهم، تحذير
هذا تحذير من الظلم، تحذير من الظلم، وهو أن يؤخذ أكثر من الواجب إلا بطيبة نفس من صاحبه. فالواجب في الزكاة الاعتدال، لا تؤخذ من الجيد ولا تؤخذ من الردي، وإنما تؤخذ من المتوسط، من المتوسط، لا تؤخذ من أجود المال ولا تؤخذ من رديء المال، وإنما تؤخذ من المتوسط، لأنها مواساة. فإن أخذت من أجود المال هذا فيه إضرار بالمزكي، وإن أخذت من رديء المال هذا فيه إضرار بالفقير. ولهذا قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والخبيث هنا هو الردي من الأموال، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. أنت ما تخرج الصدقات والأموال إلا لنفسك، أما الله فإنه غني عنها سبحانه وتعالى، فإن أخرجت جيدا فهو لك، وإن أخرجت رديئا فهو لك أنت، هذا لك أنت، هذا لك أنت. إياك وكرائم، أي نفايس. الكريمة هي النفيسة، يعني لا تأخذ النفايس من أموالهم، كالحامل من الدواب أو الفحل، فحل الإبل أو فحل الغنم، هذا من النفايس، وإنما تأخذ من المتوسط الذي بين الردي وبين الجيد، إلا إذا سمحت صاحب المال بالجيد هذا خير له، وإذا لم يسمح فلا يلزمه ذلك. ففي أخذ الجيد من غير طيب نفس المزكي إجحاف به، وفي أخذ الردي إضرار بالمحتاجين. والدين ولله الحمد دين الوسط والاعتدال، فيدفع في الزكاة من المتوسط، من جميع الأموال يؤخذ المتوسط. إياك وكرائم أمواله، ما يقول أنا ولي أمر وأنا لا، ما تأخذ أموال الناس بدون رضاهم، وإن كنت ولي أمر ما تأخذ إلا ما أذن الله بأخذه وأمرك به. إياك وكرائم أمواله، ثم أكد ذلك فقال: واتق دعوة المظلوم، لأن أخذ الكرائم هذا ظلم، هذا أخذ الكرائم بدون رضا صاحبها هذا ظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، أي تجنبها. والسبب في ذلك أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا، المظلوم تستجاب دعوته ولو كان كافرا، لأن الظلم لا يجوز، ما يجوز. الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم لا يجوز، كما أن دعاء المضطر يقبل ولو كان كافرا، ولو كان الداعي كافرا، دعاء المضطر يستجاب ودعاء المظلوم يستجاب عند الله سبحانه وتعالى. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تصل إلى الله جل وعلا ويستجيب الله للمظلوم. وهذا عام في الزكاة وفي غيرها، ألا يجوز الظلم في حال من الأحوال في جميع الأمور، وأن الظالم معرض للعقوبة ومعرض لدعوات المظلومين، والله يستجيب دعوات المظلومين، لأنه سبحانه حكم عدل، لأنه حكم عادل لا يرضى بالظلم ولا يقر الظلم سبحانه وتعالى. فهذا فيه أن ولاة الأمور يجب عليهم العدل ويحرم عليهم الظلم، والعدل واجب على الجميع، في كل من ولي ولاية أن يعدل وأن يتجنب الظلم. يبقى سؤال حول هذا الحديث، وهو سؤال مشهور: لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أركان فقط، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة، ولم يذكر بقية الأركان وهي الصيام والحج؟ أجيب عن هذا بعدة أجوبة ذكرها الشراح رحمهم الله. منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأركان التي يقاتل من امتنع منها، من امتنع من التوحيد يقاتل. اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقاتل من
يقاتل من جحد الصلاة، يقاتل من جحد الصلاة ولم يقر بها، يقاتل من منع الزكاة كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة. فالرسول اقتصر على الأركان التي يقاتل من امتنع منها. بعض العلماء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الثلاثة لأن من أداها أدى غيرها من باب أولى. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحافظ على الصلاة وأدى الزكاة فإنه يحافظ على بقية الأركان من باب أولى. أن الله جل وعلا يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال بعضهم إن أصل الحديث أنه ذكر الأركان الخمسة، إن الرسول ذكر الأركان الخمسة، لكن الراوي أو الرواة اختصروه وذكروا أوله، الله أعلم. لكن حتى الذي لم يذكر في هذا الحديث هو مذكور في غيره، مذكور في غيره، فلا بد من العمل بجميع الأحاديث، ما يقتصر على حديث واحد وقال حديث معاذ ليس فيه إلا التوحيد والصلاة والزكاة، ولو ترك بقية الأمور يكون مسلما. ولا الرسول لم يذكر إلا هذه الثلاثة، لكنه ذكرها في أحاديث أخرى، ويجب العمل بجميع الأحاديث، ما يجوز العمل بطرف ويترك الطرف الآخر. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم، لما ذكر الحديث في وجوب الزكاة ذكر الأنصبة وهي المقادير التي تجب فيها الزكاة، لأن وجوب الزكاة عام في القليل والكثير، ولكن هناك أحاديث بيّنت المقادير التي تجب فيها الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمس أواق، ما دون خمس أواق صدقة. الأواق جمع أوقية، جمع أوقية، وتكون الأوقية من الذهب أو من الفضة، والمراد هنا الأوقية من الورق، لأنه جاء في رواية أخرى خمس أواق من الورق وهو الفضة، والأوقية 40 درهما إسلاميا، فيكون نصاب الدراهم الإسلامية 200 درهم. يعني إذا ضربت خمس أواق في 40 صارت 200 درهم إسلامية، ومئتي درهم إسلامية من الفضة تعادل 56 ريال سعودي من الفضة، 56 ريال سعودي من الفضة، أو ما يعادلها من الورق النقدي. 56 هذا هو الأصل، و56 يزيد سعرها وينقص في الأسواق من الورق النقدي، فما بلغ قيمتها فهو النصاب، ما بلغ قيمتها من الورق فهو النصاب الشرعي. وليس فيما دون خمس ذود، خمس ذود، خمس يعني من الإبل، ذود الذود يطلق على 3 إلى 10 يسمى ذود من الإبل، وهو بالإضافة خمس ذود، وفي رواية خمس بالتنوين ذود، فالثلاث ذود والخمس ذود إلى 10، النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخمس، فهي أقل نصاب الإبل، أقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض من الإبل، هذا نصاب الإبل. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا في الخارج من الأرض، نصاب الخارج من الأرض 5 أوسق، والوسق 60 صاعاً،
بالصاع النبوي، فيكون المجموع إذا ضربت 65 كم تبلغ؟ 300 صاع بالصاع النبوي. هذا هو نصاب الحبوب والثمار، هذا نصاب الحبوب والثمار، 300 صاع بالصاع النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أنصبة: نصاب النقود، ونصاب الإبل، ونصاب الخارج من الأرض. بقي نصاب الذهب، بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه 20 مثقالاً، 20 مثقالاً، ومقدارها بالجنيه السعودي 11.5 جنيه. الجنيه السعودي 11.5 جنيه، هذا نصاب الذهب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. نعم، هذا بيان للأشياء التي ليس فيها زكاة، وهي الدواب، الدواب التي يستعملها الإنسان لحاجته، يحمل عليها، يركبها، مثل الخيل، مثل الحمير والبغال، هذه ليس فيها زكاة، إلا إذا كان يبيع ويشري بها تكون عروض تجارة. أما إذا كانت للقنية وللاستعمال فليس فيها زكاة، لا في الخيل ولا في الحمير ولا في العبيد، ولا في العبيد المماليك ليس فيهم زكاة، إلا إن كانوا يبيع ويشري بالعبيد يعتبرون عروض تجارة، تجب عليه الزكاة فيهم، زكاة العروض. قال: إلا صدقة الفطر، فالعبد تجب على سيده صدقة فطره، يجب على السيد أن يزكي عن مملوكه زكاة الفطر، وهي صاع من الطعام، من البر، من الشعير، من التمر، من الزبيب، من الأقط، مما يؤكل في البلد، مما يؤكل في البلد، ويقوم مقام هذه الخمسة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسيد يزكي زكاة الفطر عن مملوكه، وهذه ليست زكاة مال، وإنما هي زكاة البدن. نعم. صلى الله عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. أولاً نعرف معنى العجماء، وثانياً معنى جبار. العجمة هي البهيمة، سميت عجمة من العجمة لأنها لا تنطق، هذه العجمة البهيمة. والجبار معناه الهدر، معناه ما تلف بسبب هذه الأشياء، ما تلف بسبب البهيمة، ما تلف بسبب السقوط في البئر، ما تلف بسبب السقوط في المعدن، هذا جبار، يعني لا ضمان له، هذا معنى الجبار. البهيمة، البهيمة ما أتلفته على قسمين: القسم الأول ما أتلفته بنفسها بأن رفست شخصاً ومات، أو انكسر، أو نفحته برجلها أو بيدها فتضرر أو مات، هذا ليس فيه ضمان على صاحبها، إلا إذا كان صاحبها معها، إذا كان صاحبها معها هو الذي يسوقها أو راكب عليها أو يقودها، فإنه يجب عليه أن يتعاهدها، وأن لا يتركها تتلف الناس أو تضر الناس، لأنه معها هو. أما إذا كانت تمشي وحدها وليس معها صاحبها وضربت أحداً أو عضته، فإنه لا يضمن صاحبها، لا يضمنها صاحبه، جبار يعني هدر، هذا معنى الحديث. النوع الثاني من جناية البهيمة الزروع، إذا أكلت الزروع، زروع الناس، هذا في حديث آخر أن على أهل الزروع حفظها في النهار، وعلى أهل الماشية حفظها في الليل، فإن أكلت الزرع في الليل فإن صاحبها يضمن، لأنه يجب عليها أن يحفظ البهيمة
لأن أصحاب الزروع ينامون بالليل، عليه أن يحفظ بهيمته في الليل، إن ذهبت في الليل وأتلفت فإنه يضمنها، يضمن ما أتلفت. أما في النهار إذا أكلت زرعا في النهار فهو هدر، لأن التفريط من صاحب الزرع، هو الذي يجب عليه أن يحرس زرعه. وقد ذكر الله ذلك في القرآن في قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني رعته في الليل، النفش هو الرعي في الليل، فداود عليه السلام حكم بالضمان، وسليمان أيضا حكم بالضمان، لكن اختلف حكم سليمان وحكم داود، وقد شهد الله لسليمان بالصواب، وكان حكم داود خطأ. والله جل وعلا قال وكلا آتينا حكما وعلما ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. هذا في مسألة البهيمة. البئر لو حفرت بئر في ملكك أو في موات من الأرض وسقط فيه إنسان أنت ما تضمن هذا، الواجب عليه هو أنه يتنبه. أما لو حفرتها في الطريق أو حفرتها في ملك غيرك سقط فيها إنسان فإنك تضمن، لأنك معتدي بحفرها. والواجب إذا احتجت إلى ذلك، ومثلها البيار وغيرها، إذا احتجت إلى ذلك حفرت في الطريق أن تضع عليها حواجز، تضع عليها حواجز تمنع من السقوط فيها. أما إذا حفرتها في الطريق وتركتها وسقط فيها دابة أو إنسان تضمن، لأنك معتدي ومفرط. هذا معنى البئر جبار، يعني البئر التي يحفرها الإنسان في ملكه أو يحفرها في أرض الموات، ما هي في طريق لأحد، هذه لا يضمن ما تلف فيها. العجماء جبار والبئر جبار. والمعدن، ما هو المعدن؟ المعدن هو ما يودعه الله في الأرض من النفايس، ما يودعه الله في الأرض من النفايس، من الذهب والفضة والبترول والرصاص والنحاس الحديد وغير ذلك. الله أودع في الأرض نفايس وجواهر لحاجة الناس إليها، يستخرجونها وينتفعون بها، يستخرجونها من الأرض وينتفعون بها. سميت معادن من العدن وهو الإقامة، يقال عدن في المكان إذا أقام فيه، ومنه جنات عدن، جنات إقامة لا رحيل منها. عدن يعني إقامة. ما معنى قولها المعدن جبار؟ معناه لو حفر إنسان معدنا في الأرض وجاء إنسان وسقط في الحفرة أنه لا يضمنه، لأنه مأذون له في الحفر، مأذون للإنسان في الحفر، إلا إذا كان الحفر في طريق الناس أو في شيء يحتاجه الناس فلا بد من وضع حواجز عليه. أما إذا حفر المعدن في البراري أو في الجبال أو في وسقط إنسان فإنه لا يضمنه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار. نعم. وفي الركاز الخمس، هذا محل الشاهد من الحديث، يعني العجمة والمعدن، وهذا ليس له مناسبة، المناسبة في آخر الحديث. وفي الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ الركاز ما وجد من دفن الجاهلية قبل الإسلام، إذا وجد ذهب أو فضة أو حديد أو غير ذلك من الأموال المدفونة وهي من أموال أهل الجاهلية فإنها لواجدها، فإن الركاز لواجده، ولكن يدفع الخمس لبيت المال، يدفع منه الخمس لبيت المال، وأربعة أخماس تكون لواجده. هذا معنى الركاز. والخمس هذا نوع من الزكاة، نوع من الزكاة، يصرف مصارف الزكاة. لذلك ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الزكاة. أما ما وجد من مدفونات المسلمين، ما وجد من مدفونات المسلمين وعليه علامة المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطة، حكمه حكم اللقطة. نعم. صلى الله عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. يكفي، نقف عند هذا.
قبل البداية بالأسئلة ننبه إلى أن الليلة القادمة ما فيها درس إن شاء الله إلى يوم السبت علشان ما تجون تتعبون. نعم. فضيلة الشيخ، قبل البدء بقراءة الأسئلة فهذا إعلان من هذا إعلان آخر، أنا أعلنت والقارئ بيعلن، انتبهوا. نعم. حسن الله. هذا إعلان من إمام ليلة الإعلانات. نعم. هذا إعلان من إمام المسجد يطلب من الإخوة الذين قاموا بتسجيل دروس شرح بلوغ المرام لفضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وبخاصة كتاب الجهاد وكتاب الفرائض، فمن عنده تسجيل لها فيرجى منه إبلاغ الإمام بذلك للحاجة إليها. نعم، هم بصدد تفريغ الأشرطة وفقدوا هذه الحلقات منها التي ذكرها، وهي كتاب الجهاد بكامله وكتاب الفرائض. كتاب الفرائض بكامله هذا مشكل. نعم، كتاب الفرائض أمر سهل، يمكن يجدونه عند الإذاعة، يأخذون من الإذاعة تسجيل الفرائض. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل، هل قتال أبي اصبر، الأحاديث اللي تبي ما هي أرقامها هكذا؟ نعم. في الإعلان مطلقة الشيء. مش يقول آخر ثلاثة أحاديث في كتاب الجهاد، ما هو كل كتاب الجهاد، الأحاديث الأخيرة الثلاثة هي المطلوبة. الفرائض قلنا لكم تجدونها إن شاء الله في الإذاعة، يطلبوا من مدير الإذاعة يعطيكم نسخة من شرح الفرائض. نعم، مسجلة. نعم. صلى الله عليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل، هل قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة لأنه يرى كفرهم لتركهم أداء الزكاة؟ كما ذكرنا، اللي يمنعها جحدا لوجوبها هذا كافر مرتد، واللي يمنعها بخلا هذا يقاتل، لا قتال كفر وإنما قتال ظلم، لأنه ظالم منع حق الفقراء فيقاتل على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، هل المنهج الصحيح في الدعوة قتاله من أجل ظلمه هو، لأنه منع حق الفقراء، ومن منع حق الفقراء فهو ظالم فيقاتل لإزالة ظلمه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، هل المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى مع المسلمين أن يبدأ الدعاة بالتوحيد؟ نعم. نعم، لأن كثير من المسلمين يجهلون التوحيد، عندهم جهل عظيم بالتوحيد ويقعون في شركيات، فهم أولى بالدعوة إلى التوحيد من غيرهم، عندهم جهل فيها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، هل في النفط البترول زكاة، وكم مقدار المخرج منه؟ النفط كله للدولة وكله مصرفه مصرف الزكاة، الدولة تنفقه على مصالح المسلمين. أما لو خرج نفط في بيتك أو في ملكك هذا فيه زكاة. نعم. أما النفط العام اللي هو في تحت يد الدولة هذا مصرفه مصرف الزكاة، الدولة تنفقه على مصالح المسلمين. نعم. يقول، وهل يزكى من جنس النفط أو بقيمته؟ وإذا كان لا يزكى فهل يجوز لي أن أعمل في مصفاة بترول؟ ما فيه زكاة النفط، الدولة ما فيه زكاة لأنها تصرف مصارف الزكاة، ويجوز لك تعمل فيه، مش المانع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، لدينا بعض المال نجمعه للصرف منه في الدعوة إلى الله في بلادنا وفي أعمال الخير في قريتنا في السودان، فهل في هذا المال زكاة؟ لا، المال الذي يجمع لأجل الدعوة إلى الله أو مساعدة الفقراء والمحتاجين ليس فيه زكاة، لأن مصرفه مصرف الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، أحد الدعاة يقول إن معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يعرف إلا مجمل الإسلام، فهل هذا الكلام صحيح؟ ولا هو يعرف، السائل يعرف الإسلام أكثر من معاذ،
ما هذا الكلام الفارغ والفاضي؟ يعني الرسول اختاره وما هو بأهل لذلك؟ اتقوا الله، لا تتكلموا في الصحابة ولا تنقلوا هذه الأفكار الخبيثة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: نعم، هل قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم يشمل الكفار المحاربين الذين يخشى المسلمون؟ هذه أبياتي إن شاء الله، أبياتي، مسألة المؤلفة قلوبهم أبياتي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في زكاة بهيمة الأنعام يأخذون بدل الإبل أو الغنم مال ولا يقبلون البهيمة، لا بأس بذلك، إنها تقوم البهيمة ويأخذون قيمتها، تقوم بما تساوي ويأخذون قيمتها من غير نقص ولا زيادة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يعطى طالب العلم من الزكاة؟ نعم. يقول: هل يعطى طالب العلم الفقير يعطى من الزكاة؟ بل هو أولى من غيره، إذا كان فقيراً هو أولى من غيره من أجل أن يتفرغ لطلب العلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل كان في اليمن يهود أو نصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل في هذا شك؟ اليمن لا يزال إلى الآن فيه يهود، والنصارى كانوا في نجران، النصارى كانوا في نجران وقدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت المحاورة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمناظرة، وذكرها الله في أول سورة آل عمران في كثير من أول السورة، أخذت جزءا كبيرا من السورة مناظرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران، وفي النهاية تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفعوا الجزية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يستدل بعض العلماء على كفر تارك الزكاة كسلا بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكيف نجيب على عدم كفره؟ هذا في الكافر الأصلي، الكافر الأصلي إذا تاب إلى الله وقال: أنا ما يخالف، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصلي وأصوم وأحج، لكن الزكاة ما أعترف به، هذا لا يقبل منه ولا يدخل في الإسلام، لا يدخل في الإسلام إلا إذا اعترف بأركان الإسلام وقام بها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تجب الزكاة على الفقراء؟ اللي يملك نصاب فاضلاً عن كفايته وكفاية من يمونه تجب عليه الزكاة بقدرها، بقدر ما عنده. نعم. يخرج ربع العشر بقدر ما عنده، لو ما عنده إلا 100 ريال حال عليها الحول وهي فاضلة عن قوته وقوت عياله يزكيها، يخرج ريالين ونصف منها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي ولله الحمد 500 من الإبل فأريد أن أخرج الزكاة، فما مقدارها؟ لإيش؟ لي 500 من الإبل. إن كانت للتجارة تبيع وتجري فيها زكيها زكاة عروض تجارة، تثمنها بل هي تساوي عند تمام الحول وتزكيها، تجمل قيمها وتزكيها. أما إن كانت للدر والنسل وهي ترعى من البر ومن الكلى فهذه يقوم العمال عمال الزكاة بجبايتها منك، تعطيها لهم. نعم. وهم يعرفون مقدارها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في الدرس السابق مر معنا اسم الكنيسة ماريا، فهل يجوز تسمية البنات بهذا الاسم؟ لا، ما تسمى باسم كنائس النصارى. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لكن مريم تسمى بها، لأن مريم صديقة أم المسيح عليه الصلاة والسلام، وهي مؤمنة وصديقة، أما ماريا هذا اسم كنيسة ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: سئلتم في الدرس الماضي عن القبة الخضراء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقصر فهمي عن إدراك ما ذكرتم في الجواب عنها، مع أني أدرك المفسدة المترتبة على إزالتها، فهل يجوز وضع القبة على قبر مسقوف كما هو الحال في قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز يبنى يا أخي على قبر من القبور، ما يجوز يبنى على قبر أصلاً، ما يجوز البناء على القبور. أما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فدفن في بيته، ما بني عليه خاصة،
وإنما دفن في بيته حماية له، ما هو بدفن أولا ثم بني عليه، ما هذا ما يجوز، لكن دفن في بيت مبني حماية له عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: استلفت مبلغ من المال من شخص ومر عليه سنة كاملة. نعم. يقول: استلفت مبلغا من المال، نعم، من شخص ومر عليه سنة كاملة، فكيف أخرج زكاة هذا المال؟ نعم، ربع العشر، تخرج منه ربع العشر إذا تم عليه الحول وهو عند في ملكك، تخرج ربع العشر منه 2.5%. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: انتشر في أوساط النساء وصفة يقال لها، يقال إنها تسهل الولادة، وهي أكل 7 رطب وقراءة سورة مريم بعد كل يوم ابتداء من نهاية الشهر 8، فهل هذه الصفة بدعة محدثة لتعلقها بالدين أم ماذا؟ والله ما أدري عنها، هذه ما أعرف أصلها ولا أدري عنها. يعني التمر يقول أنه طيب للنفساء أخذ من قصة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا. قالوا أن التمر فيه خاصية للمرأة عند الولادة، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم قنوت النوازل بدون إذن الإمام، وما حكم التأمين خلف من يقنت إذا لم يكن جائزا؟ قنوت في النوازل هذا من صلاحيات ولي الأمر، ويكون هذا بفتوى من أهل العلم. إذا أفتى أهل العلم الموكول إليهم الفتوى، الموكول إليهم الفتوى اللي يصدرون الفتاوى في الأمور العامة، وأفتوا بهذا، ولي الأمر يعممه على الناس فيعمل به. أما اللي يقنت بدون فتوى هذا مخطي، لكن الصلاة تصح ويجوز الصلاة خلفه، الصلاة صحيحة إن شاء الله، مع أنه مخطي هو. لكن العجيب أنهم يقنتون بدون فتوى، وإذا صدرت الفتوى بالقنوت امتنعوا من القنوت، دل على أنهم يريدون المعارضة والمخالفة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أحد طلاب العلم وأحضر دروسكم، وقد أنكر علي أحد الإخوان عدم الردود على المخالفين، ويقول: لا تشغل وقتك في تبيين الخطأ على المخالف، وأنا أحضر الدروس عند العلماء، وأنا أنقل أقوال أقوال العلماء في الرد على المخالف، فهل أنا على صواب أم لا؟ ما دام أنك طالب علم فاشتغل بطلب العلم، لا تشتغل بالردود. الردود ما يقوم بها إلا العلماء اللي يعرفون الخطأ، ويعرفون كيف يردون، ويعرفون مناسبة الرد وعدم مناسبته. فأنت طالب علم اشتغل بطلب العلم، وخل الردود لأهل العلم المتمكنين. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يوجد لفضيلتكم ملصق عن تغيير المناهج، وهو معلق في كثير من المساجد، وجاء قرار بمنع إلصاق هذا الملصق لأنكم لم تسمحوا ولم تأذنوا بتعليقه، فهل هذا صحيح؟ نعم، أنا ما أذنت بإلصاقه ولا بتعليقه، وأنا أرى أن المساجد تجنب الملصقات نهائيا، لا يعلق فيها شيء ولا يلصق فيها شيء. أشغلوا الناس بهالملصقات في المساجد والإعلانات، ويعلقون صفحة الإعلانات، وخلوه كأنه مكتب، كأن المسجد مكتب ولا متحف. هذا من العبث في المساجد، ولا يجوز هذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول أحدهم: يكفي أن تخرج زكاة المال مرة واحدة في العمر، فلماذا نلزم أرباب الأموال بإخراجها كل سنة حيث لا دليل ينص على ذلك؟ الله، عجيب، لا دليل على ينص على ذلك. يا له من سؤال فظيع والعياذ بالله. الزكاة تجب كل سنة، كل ما يحول الحال على المال يزكى، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ما يقرأ القرآن ولا يقرأ الأحاديث، وإنما يخرج من رأسه، يخرج أفكار من رأسه هو والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يوجد امرأة ذهبت إلى البر، نعم، وكان بصحبتها أبناءها،
وكان نعم. بصحبتها أبناؤها، فتوفي ثلاثة من الأبناء في السيل غرقا، وهي نصحتهم وقالت لا تذهبون إلى الماء، وكان أكبرهم عمره 15 وأصغرهم عمره 9 سنوات، فهل عليها كفارة في ذلك؟ لا، ليس عليها كفارة في ذلك، ما دام هم اللي راحوا وهم مميزون ويعرفون خطر الماء وهم اللي راحوا، ما عليها شيء هي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الصواب في رفع اليدين بعد التشهد الأول؟ هل يكون وهو جالس أو عند القيام للركعة الثالثة؟ رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول عند من يقول به يكون مع التكبير، يكون مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير وينهيه إذا انتهى التكبير. نعم. وهو ما يكبر وهو جالس، ما يكبر إلا إذا قام. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس إذا نسي، إذا سهى ونسي في الصلاة السرية أن يقرأ الفاتحة وهو مع الإمام، يقوم بعد السلام ويأتي بركعة، فهل فعله هذا صحيح؟ إذا كان يرى على مذهب من يرون أن قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم، عمله هذا صحيح باعتبار ما يراه هو. أما إذا كان أنه يمشي على قول الجمهور، فالمأموم ليس عليه قراءة الفاتحة، تكفي قراءة الإمام. نعم. وحتى اللي قالوا أنه تجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام، ما قالوا أنه ركن، يقولون واجب، واجب على المأموم وليست ركنا في هذه الحالة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل على صاحب البهيمة إذا تسببت في حوادث وأدت إلى وفاة بعض الأشخاص وهو لا يدري عن ذهابها إلى طريق المسافرين شيء؟ إذا كان صاحبها عندها تركها يضمن، أما إذا كان ما هو عندها، هي اللي ذهبت وحصل ما حصل، فليس عليه ضمان، لكن يمكن أنه يعزر بكونه سيب البهائم وتركها، يمكن يعزر بما يراه ولي الأمر تعزير، أما الضمان ما يضمن إلا إذا كان هو عندها ويده عليها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ويكفي في تعزيره أن البهيمة تذهب هدرا ولا يعطى قيمة لها، تتلف عليه، قد تكون ثمينة تتلف عليه، يكفي هذا في تعزيره. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من هم العاملين على الزكاة، ومن يوزع الإفطار في رمضان من صدقة الإفطار؟ ومن؟ ويقول: من يوزع العاملون على الزكاة اللي ينصبهم الإمام، اللي ينصبهم الإمام ويخرجهم لجباية الزكاة، هؤلاء هم العاملون عليها. وأما صدقة الفطر فكل واحد يخرج صدقة فطره، هو اللي تولاها ويخرجها ويعطيها للفقير. نعم. ما تحتاج إلى عمال، هو نفسه يخرجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بإخراجها قبل صلاة العيد، فكل يخرج صدقته بنفسه ويسلمها للفقراء، وإن وكل من يخرجها ممن يثق به فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ومن يوزع الإفطار في رمضان من صدقة الإفطار، هل له حق أن يأخذ منها بعد نهاية شهر رمضان؟ ما عين للفقراء، إن كان هو فقير يأخذ منه، وإن كان إنه غني ما يجوز له يأخذ منه، هذا للفقراء خاص. نعم. أنت تحصل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.